والله ضغط جامد وفي سرقة ولأن القطاع مش شغالين والبحث مش شغال بتاع القطاع وفي سرقة كتير طلعت من الفندق في سرقة كتير هي زي قبل موسم يعني أي موسى نفس الأي ولا في جديد إيه الفرق بين العصر ده وعصر موسى هو نفس العصر ربنا يعلمنا فيها ربنا كبير الناس والله هم بيشتغلوا يعني بس مش عارف بقى وضعهم دلوقتي بس هي ابتدت حاليا تخف شويه انه من شهرين ولا ثلاثه اللي مش عنده مولد في المحل بتاعه كانت الدنيا بتبوظ معاه الاسعار بتعلى ولا بتنزل؟ لا بتعلى بالعكس بتعلى يعني انا جيت من ثلاث شهور كانت عاليه برضه حسيت بيها اول ما نزلت يعني بس ما فيش رقابه يعني ما فيش رقابه الناس اللحمه كام فراخ ب 15 كل حاجه مرتفعه بس مفيش بقى مفيش طموج الشغالين طموج الشغالين هو طلع وعد الناس عاد وعاد ومش بوعد ومفيش كهربا بتقطع دلوقتي ده الاول ممكن كبيره قوي 5 دقايق الاول كانت ممكن تقعد ساعتين وثلاثه بس هو من ساعه ما طلع هو قال بيان صدق في البيان بتاعه الميجافون بيقطع بكسر الابراج بس ده كان المشكله طب المسؤول عن المشكله يعني اللي هو وزير الداخلية يلم الناس دي يلم الناس دي يا باشا هو طبعا الاسعار عالية المرتبات ما بتكفيش يعني حتى لو المرتبات كانت زي الاول بس كانت الاسعار رخيصة يعني ما كانش كيلو طماطم بيوصل 5 جنيه انت فاكراني؟ انا فاكراني بس يعني بنجيبه كده اكيد ما كنتش بنجيب الحاجة زي كده يعني السنة اللي فاتت كان يعني الجيش قبض القبض بتاعه ويروح يتبرع بالفلوس بتاعته بيديها لمصر عشان يوقف مصر على رجليه انا لو اعرفه هروح اتبرع باي حاجه معاه السنه دي كانت زي ممكن بقى عشان مش في ناس كتيره بتحجج بالوقود حتى اللي مالهمش في الوقود برضه بيتحجج بالوقود ده الظريف مجرد ما الوقود غير غلوها 5 جنيه يعني طب ليه؟ يعني مع انه ما بيشربهمش يعني بايقين والراجل دلوقتي عمل مشروع وشركات المانيه دخلت فيها انا اخده 5 سنين مش عارف ايه وده يقول لك 2 و3 و4 و10 مش ايه هو الراجل قال لك سنة يسلم مشروع انت هتشتغل بدل ما انت عمال تلف كده انت هتشتغل ده انا دماغ ده انا عندي 37 سنة ده انا كبرتك وراك